بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم الدكتور محمد شلتوت في المحاضرة الرابعة في أدوبي أوديشن سي سي 2018. إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة هنتكلم على التعامل مع الصوت، تمام كده؟ فهنشوف إزاي نتعامل مع الصوت، وخلينا نشوف ندخل على البرنامج على طول. إيه موضوع التعامل مع الصوت؟ المحاضرة الماضية إحنا خدنا تسجيل الصوت، التعامل مع الصوت، والنهاردة هنتعامل بقى مع الصوت بالأص، ب تعليق بعض الاجزاء في الصوت، الغاء بعض الاجزاء، نقل جزء انا عايزه مثلا من الصوت لملف جديد وهكذا. يعني التعامل مع ملف الصوت كاملا بالقص والتعديل فيه والحاجات دي كلها. وان شاء الله الفترات القادمه او المحاضرات القادمه باذن الله تعالى هنزود بقى التعامل مع الصوت، اللي احنا نضيف افكتات، نعزل صوت المغني عن الموسيقى وهذه الحاجات باذن الله. خلينا ندخل على البرنامج على طول مع حضراتكم كده. انا فاتح البرنامج، احنا طبعا ده البرنامج فاضي كده. طبعا هستورد بعض الاصوات من بره. احنا المره اللي فاتت خدنا التسجيل، يعني الناس تراجع المحاضره السابقه، خدنا ازاي نسجل عن طريق الايكون بتاعت التسجيل ونظبط المايك ازاي وكده. طبعا من هنا قلنا اللي الفايل هنا، الجزء بتاع الفايل ده انا بضغط رايت كليك امبورت وبستورد، بعمل استيراد لملفات الصوت بتاعتي اللي انا يعني هحطها عندي. فخليني انا جايب ملفات صوت كده خاصه بالقران الكريم، الصوت بيبقى فيها واضح وبقدر اقطع فيها بسهوله باذن الله تعالى. فخلوني ادخل بس عليها ونبدا. هم دول ملفينا اهم، رحت جايبهم وداخل اوبن كده فاتحهم. طبعا بيبداوا يحملوا قدام حضراتكم. طبعا تقدر تقطع على اي شيء او تطبق على اي شيء، بس انا بفضل التطبيق على القران الكريم بالذات في التجويد، والصوت بيبقى باين صوت الحروف او صوت الجزء بتاعه. طبعا التعامل مع الملف، انا اقدر اتعامل مع الملف من هنا بالتوقيت بتاعه وابدا احرك واسمع من هنا. وفي بعض الناس بتتعامل مع الملف من بره. بمعنى ايه بتتعامل مع الملف من بره؟ بتبقى عارفه هي هتقطع ايه في الملف، او هتاخد ايه الاجزاء اللي فيها من الملف مثلا عايزه تسمعه، فبتبدا تشغله. زي مثلا انا عندي الملف بره كده، ببدا اشغله على اي برنامج بلاير، اي برنامج بلاير، واشوف ابدا. بيبقى البرنامج اللاير افضل طبعا، تمام، وابدا احرك البرنامج كده واشوف الوقت بتاعه هنا. لو برنامج من بره ليه؟ انا بشوف الوقت بتاعه من هنا، اقدر مثلا ايه، انا عايز اقطع الايه القرانيه مثلا من 18 هنا ثانيه، فبكتبها في ورقه عندي. في طريقه كده، دي طريقه ودي طريقه. بعض الناس بتاخد الطرق كده، يقول لك من الدقيقه دي مثلا، من الدقيقه 18 ودقيقه وثانيه مثلا للدقيقه 30 مثلا، بعد ما كنت سمعت الملف عشان ملف كبير. وبعض الناس نفسها بتيجي من هنا من الملف نفسه من هنا وبتبدا تسمع، تبدا تحرك وتسمع زي ما انتم شايفين كده. ممكن احرك بقى ده او اسمع بقى ده معايا كده. طبعا على حسب ما انتم عايزين، زي ما انتم شايفين. خلينا ناخد بس التجويد اللي هو الجزء بتاع التجويد. زي ما انتم شايفين النغمشه كده فيه كتيره. طبعا بعض الناس تقول طب انا هقطع منين او الحاجات دي كلها. خلينا ناخد بس تريكه كده في الخاصه بالزوم. الزوم ده بيساعدني ان انا اقدر اعمل زوم لل ترددات الصوت عشان توسع معايا بالشكل ده، واقدر اشوف مخارج الحروف او مخارج الكلام واقفه فين، اللي هي احنا بنقول عليها النفس بتاع حضرتك وانت بتسجل. لو جينا كده بصوا زي ما انتم شايفين كده، والشيخ عبد الباسط بيتكلم مثلا او بيقول، هندوس بلاي، بصوا بيعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. شفت لما انا كبرت في الزوم، يعني هنا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وقف هنا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا اقدر اخد دي كبسم الله الرحمن الرحيم لو انا عايز بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نشتغل تاني كده ونبدا بس نشوف. عشان كده كل ما تعمل زوم ان للتايم كده هيبدا يبان فين وقفات الصوت، ان كان بقى طبعا في صوت انت مسجله او غيره. عشان كده القران التجويد انا بحس اللي بيبان المخارج الصوت واضحه، والوقفات في وقفات صوت جميله جدا. عايز تلك ايات الكتاب المبين، عايز اتعامل مع الجزئيه دي بس، يبقى انا عرفت هي بادئه منين وانتهى منين. ممكن ابداها من هنا كده اهو، ما اقطعش على طول. يعني ايه؟ اتعودوا ان انت ما تقطعش على طول هنا. ليه؟ علشان يبقى في مسافه لدخول الصوت.
بعض الناس لما بتيجي تقطع او بتشيل جزء مثلا هي عايزاه بتحصل ايه؟ بتلاقي قطعت على طول هنا. لا فلا انا هديله مسافه كده برضو عشان يبقى معايا مسافه، واروح مع مظلل كده تظليل. شايفين التظليل ده انا ظللته كده تمام. في عندي كذا طريقه ان انا اخد الجزئيه دي ككوبي وانقلها ملف جديد. في عندي طريقه ان انا اعمل كوبي رايت كليك عليه واعمل كوبي كده او كات. طبعا انا مش هعمل كات عشان ده الملف الرئيسي بتاعي، هعمل كوبي منه. في طريقه دي اعمل كوبي منه كده واروح فاتح فايل نيو اوديو فايل وظبط اللي هي الفايل نيم والسمبل ريت اللي احنا اتعودنا عليها في المحاضرات اللي فاتت، وادوس اوكي واجي هنا رايت كليك واعمل ايه بيست كده. دي طريقه، انا هقول كذا طريقه يعني عشان بقى. وجيت هنا الطريقه زي ما انتم شايفين حضراتكم كده اهو، واقول بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن اقلل بقى المسافه دي، يعني انا ممكن بقى دلوقتي اقلل، اجي هنا المسافه دي ما يبداش كده فاضي، لا ابدا كده اهو، اروح عامل مظللها هنا ورايح دايس ديليت من الكيبورد فعملت كده، وبرده من هنا كده يبقى كده ديليت من الكيبورد. واجي في البدايه كده واقول له ايه بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الكتاب المبين. شفتوا كده انا قطعت ايه واحده تمام كده. فدي طريقه. ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه برضو من نفس الملف بتاع حضراتكم اللي كنا شغالين عليه، خلينا نرجع له اهو متظلل في نفس حاجه. رايت كليك عليه بدل ما ادوس كوبي ممكن ادوس كوبي تو نيو، يعني انا بدي له امر هنا بقول له الكوبي اللي انا واقف عليه الايه دي اعملها لي في ملف جديد. كوبي تو نيو يعني انقلها لي الملف جديد تمام كده. فلو دوست كوبي تو نيو، بصوا هنا بس انا عندي ثلاث ملفات، هيبقى في ملف رابع هيظهر قدام حضراتكم. كوبي تو نيو كده اهو نزلت ملف كده اهو الرابع متسمي بنفس الاسم 012 اهو. سوري لا هي نزلت ده الملف الرابع معايا كده، نزل ملف كتير بالشكل اللي انتم شايفينه. يبقى انا كده عندي كذا طريقه اخد فيها الملف نفسه او الجزء اللي انا عايز اتعامل معاه. فاحنا عندنا تعامل مع الصوت اللي انا اشيل جزء انا عايزه لوحده، امسح جزء، ومسح الجزء ده سهل جدا، اللي انا بقف على الجزء ده مثلا اهو او الجزء بتاع الايه دي واروح دايس ديليت من الكيبورد كده مسحته، بس اتاكد انا واقف فين في البدايه والنهايه. يبقى انا عندي التعامل مع الصوت بالطريقه دي، اللي انا اشيل ملف كوبي منه امسح حته. في حاجات تانية، في ايه الحاجات التانية؟ زي ما حضراتكم شايفين انا اقدر اتعامل مع الملف ده بتعليه وتوطيه ليه تمام. يعني انا هسمع كده الملف عايز اعمل له توطيه مثلا. شايفين العلامه اللي فوق دي؟ العلامه اللي فوق قدام حضراتكم دي لو عملت كده كده انا بعلي الصوت، كده بوطي الصوت، يعني انا ممكن اوطي الصوت بالشكل ده خلاص اهو. هتلاقوا الصوت وطي كده. لو عملت ستوب اقدر اعلي الصوت تمام. يبقى انا كده عرفت اعلي الصوت. نفس الفكره في الملف نفسه الاصلي، هنا في الملف الاصلي لو انا مظلل جزء من الملف او ايه مثلا قرانيه برضو ممكن اقدر اعليها اهو. بصوا اهو ببدا اعلي واوطيها اهي. يبقى لو بدا هنا بصوا خلينا نبدا كده بلاي الف لام. شفتوا الف ملف ميم عاليه الصوت ازاي؟ ممكن اوطيه عن كده كمان لو انا عايز اوطي، ببدا اوطي كده. شفتوا بدات ازاي؟ فكده انا اقدر اتعامل دلوقتي مع الصوت اي جزء فيه، اقدر اخد ايه من ورا خالص، اقدر اخد ايه اهو. اوصل مثلا نخش كده في الملف شويه كبيره. طبعا لو انا عارف الوقت انا ممكن اكتب الوقت هنا، دي اللي انا قلت لكم عليها من بره. لو انا بسمع الملف ومسجله انا عايز اقطع من الدقيقه كذا للدقيقه كذا، فانا هقدر اكتب هنا الدقايق او الوقت بتاعي، هيروح باعت لي الكرسول بتاعي دي على طول هنا تمام زي ما انتم شايفين تمام. اقدر احدد من هنا زي ما انتم شايفين كده، لو ضغطت رايت كليك كده هنا في حاجه اسمها ماركر، اقدر ادوس اخلي فيه ماركر هنا مثلا، او اقدر اظلل ده وابدا. شايفين الجزئيه بتاعت دي اللي انا بعمل زوم سيلكشن بس عشان اشوفه، اشوف الملف اقدر اقطع بقى اجزاء منه. يبقى الجزء بتاع الزوم ده بيعمل لي شغل كبير جدا في تكبير وتصغير الصوت، او عشان اشوف الفواصل بتاعتي فين، اشوف الاصوات بتاعتي شكلها ازاي، اشوف الترددات وغيره وغيره. يبقى كده احنا عرفنا التعامل مع الصوت. خلينا ناخد ملف تاني مثلا الشيخ ناصر مثلا، ده الشيخ ناصر القطامي. الشيخ ناصر نكبر بس الصوت فيه كده شويه عشان نشوف الترددات بتاعته. ده تلاوه عاديه مش ماشي اهو. نبدا من الاول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس برضه هنا واقفه يعني، هنا المسافات مش باينه قوي، بس تقدر من هنا تعرف اللي انت من هنا، تقدر تكبر تعرف اللي فيه زي وقفات بين دي وبين دي، بين الانتقالات. بسم الله تمام. فكل ما تكبر، مثلا لو انا جيت هنا عايز اكبر كده، شوف بس الفواصل بتاعه الصوت بتاعتي اهو، شايفين؟ كل ما اكبر بشوف الترددات بتاعتي بتظهر معايا، اقدر اخد بقى اللي انا عايز اقدر اخده في الجزئيه دي، اقدر اركب اصوات على اصوات، ودي هنعرفها في المالتي تراك ان شاء الله الفتره الجايه. تمام، دلوقتي اقدر احفظ دول، اقدر احفظهم اللي انا واقف على الفايل ده مثلا، واروح دايس سيف، ممكن ادوس سيف اول او سيف اس، ممكن سيف اول او سيف سيليكشن. ماشي، سيف اول. سيف اول هيقول لي يس مثلا، انت هتبدا تسيف كل اللي عندك. طبعا هو بيطلب الحاجات اللي مش متسميه الاول، طبعا ده هسميها مثلا نمبر 1 مثلا، واروح مدور على المكان بتاعي في الملف بتاع المحاضره نفسه اهو، سيف. تمام، وادوس اوكي، دي نمبر 2. تمام، واروح برضو في نفس المكان بتاعي، خليني اشوفه، ايوه هو في نفس المكان، وادوس اوكي. تمام، انا سيفت كده الملفات، طبعا مش الملفات الاصليه، انا ما بلعبش في الملفات الاصليه، انا باخد منها بس شغل عشان كده ما سيفتش. فهتلاقوا هنا شايفين ادي الملف اللي هو الايه الواحده، لو انا شغلته من بره على بلاير عادي مع الاصوات بكل اريحيه في التقطيع وغيره وغيره. حاولوا تجربوا باذن الله تعالى، و تقطعوا الصوت بتاعكم وتبداوا تتعاملوا معاه ان شاء الله باذن الله تعالى. يعني تكون المحاضره بسيطه ومفيده، حاجه لذيذه كده. هو البرنامج الاوديشن برنامج بسيط جدا، وزي ما وعدتكم ان شاء الله بجهز لكورس شامل مع اخ كبير وعزيز على قلبي، احدى مهندسين الصوت، بس اجهزها بس ان شاء الله، هيبقى فيها مايكات وفيها حاجات كتير، وربنا يجازيه خير عننا ان شاء الله. ارجو التواصل معايا عن طريق السوشيال ميديا وتشيروا الفيديو. اتمنى تكون المحاضره مفيده لحضراتكم، وان شاء الله الجاي افضل وافضل باذن الله. كان معكم اخوكم الدكتور محمد شلتوت في المحاضره الرابعه في التعامل مع الصوت، وانتظرونا في القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.